بقى النهارده بما ان انت كمان واحد من النماذج المشرفه كوركت ودليل قوي على الاراده، احنا كوركت بقى في واحد بيحبك جدا رغم انشغاله الشديد، فنان كبير. انا بقلق من مفاجاتك. لا بقلق. انا مش هقول لك المفاجاه ايه، بس هستقبل معاكم معاه التليفون. اتفضل عرف عن نفس حضرتك. اهلا بيك يا ملك الجدعنه. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا استاذ حسام. مساء الفل، كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا عبد الرحمن؟ مصطفى اخبارك ايه؟ مصطفى شعبان طبعا. اهلا ألف وسهلا، مبروك يا حبيبي. الله يخليك. ألف مبروك. الله يخليك، نور الشاشه. احلى مفاجاه بجد، ربنا يخليك. مفاجاه جميله، وانت مشرف وحاجه جميله جدا. شكرا اشكرك يا حسام، مصطفى، اشكرك. انتوا عاملين حاجه جميله بجد. يعني انا كمان يا عبد الرحمن عايز اعمل لك مفاجاه حلوه. الله، انا هدي لك خبر حصري ليك انت لوحدك دلوقتي. النهارده احنا بنصور المسلسل بتاع رمضان دايما عامر. النهارده الف مبروك. الثالث، الف مبروك. والنهارده اليوم الثاني لصاحبنا عبد الرحمن اللي كان نفسه يمثل اخونا مهند. الله يا حبيبي، مهند تبارك له كمان دلوقتي. الله الله، بيبارك لك يا مهند، سفيرنا الجميل. الو يا مهند، يا قمر، اخبارك ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ابو الرحمن عامل ايه؟ اخبارك يا حبيبي؟ وانت طيب؟ اخبارك يا حبيبي؟ وحشنا قوي. ألف مبروك يا حبيبي. الله يخليك يا مهند، الله يخليك. ألف مبروك يا مهند. حبيبي ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يبارك. إن شاء الله تكسر الدنيا إن شاء الله، وهنتفرج تاني ونتابعك. لا هي تجربة بصراحة يعني رائعة جدا. أنا يعني يعني أول مرة أدخل المجال الواسع ده والبحر الواسع ده. ده بحر يعني. الله. بجد يعني. طب مبسوط؟ مبسوط؟ طبعا أكيد أكيد يعني. الله. طب والدور حلو؟ هنشوف تمثيل جامد؟ بص انا ما اقدرش اشوف لك اي حاجه عن الدور يعني. دي يعني حاجات انا وقود يعني ماضي عليها. لكن يا سلام. ماشي. لكن انا اوعدك يا عبد الرحمن واوعد حضرتك يا استاذ اسلام انكم هتشوفوا حاجه حلوه جدا في رمضان، وانتظرونا في رمضان. الله، احنا متاكدين. متاكد من ده. احنا متاكدين. انا متاكد عشان انا شفت دوت في الحفله وعارف مهند كويس. بقول لك انا متاكد من دوت عشان انا كنت بشوفك في الحفله ومتاكد منك. حبيبي حبيبي عبد الرحمن، عايز تساله حاجه يا عبد الرحمن؟ سؤال عميق. هتشرح لي، هتقول لنا عن حاجه بقى انت بتعمل ايه؟ هتقول لنا انت بتعمل ايه في دورك؟ ما هو مش هيعرف يقول قوي، غششنا حاجه صغيره قوي يا مهند. حته كده بقى. والله للاسف انا اسف والله يعني. يا سلام. ماشي. لكن انا فاضي. ربنا يوفقك يا ماما. الفنان الكبير مصطفى شعبان، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. انا بشكركم جدا جدا، واستاذ حسام بشكرك على ان انت اديتني الفرصه دي ان انا ابارك لعبد الرحمن ونبارك كمان لمهند في نفس الفرصه. تحياتي ليك ومبروك يا عبد الرحمن، وان شاء الله الله يبارك فيك. ومبروك ليك ومبروك لمهند. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكرك على دعمك القوي في هذا الملف، وكتير الحقيقه من الملفات الانسانيه دايما حضرتك فيها حاضر وبقوه، ورغم انشغاله الحقيقه النهارده يعني بيصور طول اليوم وبيصور خارج، وانا قعدت اقول له معلش وهنحاول وكده، هو الحقيقه كان في منتهى الاستجابه. انا بشكرك شكرا جزيلا جزيلا. شكرا الفنان الكبير مصطفى شعبان. وكان معاه كمان الطفل مهند والقادرون باختلاف ايضا. مزبوط. هو كمان حقق حلمه ان هو بيمثل. طبعا. وانت حققت حلمك انك مذيع. الحمد لله. الحمد لله. اظن دي مفاجاه حلوه. لسه في مفاجات تانية بس مش هنحرقهم لك كلهم مره واحده.